اهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الجديد من برنامج ستار تولك. ضيفنا اليوم في برنامج ستار تولك هو الاعلامي، اكتشفناه في قناه بين سبور، وتو حاليا يقدم في برنامج على قناه كارتاج بلوز. قدم عديد من البرامج في قناه النسمه وقناه حنبه. ضيفنا هو الاعلامي بديع بن جمعة. مرحبا بك بديع في ستار تولك. مرحبا يا كمال، فرحان برشا نكون بحذاك، عايشك، شكرا على الاستضافه. لو كنت تحكي لنا شويه على اخرامك في الاعلام وبدايتك، كنت في صحافه مكتوبه. صحيح، كنت انت قلتها غرام، يعني خاطر انا اكاديميا مش متكون في لبسي، مانيش قاري في معهد صحافه او اخبار. تكويني الاكاديمي معني في المجال الطبي، تحديدا في التكنولوجيا الطبيه، كنت معني عملت اتجاه اخر. بعد في المسار المهني مشيت اكثر في غرامي، اللي هو كان بدا معناها تاش تقول انت بدا وقت الكوليج، وقت الليسي، معناها كان 16 كنت نكتب وقتها. كان فما صحيفه عربيه شهيره هي صحيفه العرب اللندنيه اللي تصدر من لندن، كان عندها ملحق صحفي رياضي اسمه العرب الرياضي، يصدر كل يوم ثلاثاء. بديت بريد القراء كما برشا مغرومين. من بعد بتي لقيت روحي معناها دخلت في 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 في, في الجو نتاع الميديا اترافير الصحافه المكتوبه، هي كانت الغرام الاولاني متابعتي الاحداث الرياضيه كسوا في تونس ولا في العالم. خليت الغرام هذا يزيد يتطور اكثر، التشجيع نتاع الوالد زاد سورتو اللي كان مغروم بالكتيبه، دونك خلاني نزيد نغوص اكثر. من بعد صدف قادتني واني ندخل العالم التلفزيون اللي ما كنتش مبرمج له الحقيقه، ولو انه كي كنت صغير كنت ناخذ قدام المرايه كيما العباد الكل ونعمل روحي نذيع في 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 ماتش كوره ولا في في برنامج كيما صغار الكل اللي مغرومين جينيرالمون بالتلفزه. لكن ما كنتش في مخي وقت البدايات معناها نتصور انه نهار من نهارات باش نلقى روحي نقدم في استوديو في تلفزيون، خاصه استوديو في في قناه كبيره كيما الجزيره الرياضيه ولا بين سبورتس، اللي هو كان في وقت من الاوقات حلم، وحلم مازال يراود برشا شباب. ربما ميتين الصحافه سبتول اللي كنت هل تقرمت بالرياضه باش تولي تكون صحفي رياضي، ولا عندك اختصاصات معينه توجه تاعك؟ بيان سور السبور هو اللي خلاني نتغرم بالتلفزه وبالميديا اون جينيرال. معناها باش نكذب عليك نقول لك مغروم بالسياسه والفن، ولا نتبع وي معناها على باج في كل شيء، في السياسه، في اخبار الفن، في اخبار السينما، معناها في الاخبار الثقافيه بشكل عام. لكن غرامي والباسيون تاعي كوره، فوتبول، هاندبول، باسكيت، تنس، تو لي سبور، معناها من دون اي استثناء كنت نتبع برشا. ما نعرفش ممكن برشا تو مغرومين كي باش يسمعوني نصور عاشوا نفس التجربه. قبل كانت عندي كراسه 48 نكتب فيها النتائج ونعمل فيها الكلاسمون، معناها غرام تنجم تقول في وقت من الاوقات، في خاصه في فتره المراهقه فات الحد، خاطر والدي كانوا صعب شويه معايا كي كنت صغير، ما يخلونيش برشا نخرج نكور في الحومه دونك في الوقت هذاك اللي نورمال نكون نكور في الحومه مع ولاد الحومه، كنت نسمع ار اف اي، نسمع لراديو فرانكوفون، كنت نسمع لي ملتي بليكس نتاع ليك ان، خصوصا وقت البريود اللي كان فيها مهدي بن سليمان في مارسي وعادل سليمي في نانت، معناها 96 95 الفتره هذيك، كنت نسمع ياسر راديو، ناخذ لي نوت ونقيد، نسمع حاجه انفورماسيون حلوه ستاتيستيك مزيانه نقيدها. وتوا عندي مازال عندي شويه اثار من الفتره هذيك. دونك الباز نتاع الواحد كله غرام معناها بالسبور، هو اللي قادني بعد باش ندخل للعالم الاوديو فيجوال للتلفزه خاصه. من الصحافه المكتوبه كيفاش دخلت الميدان التلفزه؟ كما قلت لك صدف، انا كنت دخلتها بغرام ما كهوايه، معناها ما كنتش نفكر جمله اني باش نحترف في المهنه هذه ولا باش تولي تدخل منها في الفلوس. صدفة تعرفت على صديق وقتها بلال العلويني، اللي هو كان من بين الأشخاص اللي عاونوني باش بديت، معناها بديت معاه، تعلمت معاه كيفاش نخرج في التورناج، كيفاش نعمل ريبورتاج. وقتها كان هو مراسل في دبي الرياضية، وبعدها هو عن طريق أصدقاء آخرين معناها أولاد صحابي معناها يخدموا وقتها في حنا بعل، شجعوني قالوا لي علاش ما تجيش معانا أنت ليكيب سبور نتاع حنا بعل. وكانت وقتها البداية الفعلية تنجم تقول لي، وقتها وليت وحدي، معناها ما عادش فما شكون نتكى عليه ولا شكون يوريني. تعلمت حاجات قبلها وفما حاجات تعلمتهم وقتها وفما حاجات تعلمتهم بعدها. معناها البداية هنا قلت لك صدفة أكثر منها تخطيط وبرمجة، وإني باش ندخل في العالم هذايا، خاطر تعرف أنت مش تقراو كل صحافة موجودين توا في الساحة الإعلامية.
وفما برشا مقراو الصحافة موجودين تو في الساحة الإعلامية. بالنسبة لي أنا من منظوري أنا خصوصا التلفزة والراديو، إذا ماكش موهوب وما عندكش الغرام ما تصورش نجم تعمل كارير فيها. بديتك في الخطوة الأولى بتاعك في التلفزة، في التلفزة الخاصة كانت في قناة حلبة. صحيح. كيفاش تعرفت عليهم وكيفاش اسكو خطوتك كانت كصحفي ولا كمقدم برامج في قناه حنابع؟ لا، في حنابع ما قدمتش برامج، قدمت طلعت على الشاشه معني في حنابع في حدث واحد اللي هو رالي تونس وقتها اللي دخل ليبيا، تونس ليبيا 2008 يظهري. وقتها كنت نعمل رساله يوميه من الجنوب التونسي ومن الصحراء الليبيه، كانت فما برنامج يومي يعطي ابرز مستجدات في الرالي. لكن على مدار سنه تقريبا اشتغلت وقتها في حنا بعل، كنت صحفي ميداني نغطي ريبورتر، يعني نمشي المباريات سواء في الدور في الرابطه الاولى في الرابطه الثانيه وغيرها من الرياضات الاخرى، كره اليد وكره السله وكره الطايره، نعمل كره الطايره، نعمل دي ريبورتاج ويتعداو بعد في سويعة سبور ولا في بالبكشوف ولا في جمعة سبور في البرامج الرياضيه الموجوده وقتها على شبكه على شاشه حنا بعل. الحنابة إلى قناة نسمة. أوكي تحكي لنا شوية على التشهد، أوكي تحكي لنا شوية كيفاش كان انتقالك من قناة إلى القناة؟ كيف صدفة، وقاعد نهار عندي تورناج يدوري بعد نهارين وقت استاد تونيزيان القروان بريفيو مع حنابة، صون التليفون كلمتني للحياة بالنسبة لابنة ظاهري عندي برشا مريتاش، كانت مسؤولة على الإنتاج في قناة نسمة هذاك. صباح خير فلان فلاني معايا، هي شكون معايا؟ مدام لبنى من قناة نسمة. وقتها نسمة مازلت في اللي باش تبدا يعني اون 2009 نحكي لك. قالت لي راهو عندنا اسمك هنا ورقم تليفونك وانت يا اخي في السبور. قلت لها هي كذا. قالت لي خذينا نمروك وعرفنا اللي انت تحب تجي تعلق. قلت لها على ما نعلم في باليش. قالت لي عندك موعد اليوم العشية راهو مع السيد نبيل القروي في رادس. بيان سور انا من عادتي ما نرفض حتى طلب، معني خلي فما بالك باش يجي ممكن فيه مصلحه معني اوتوماتيك. ما قلت له اوكي، معني قمت من النوم وقت صبحت راقد يضري تلبتني ل 11 ولا نص نهار ما عنديش برشا وقت. رونديفو سيتي اول العشيه معني من ساعتين ونص من ثلاثه ديريكتومون لبست هزيت كرابت الوالده وقتها يظهر لي وقصدت ربي الرادس. قابلت وقتها نبيل نلقى امال السماوي ريم السعيدي تو، قالوا لي راهو عندنا خذاو دي دروا وقتها نتاع دي ماتش اميكو وانتروتر خذاو لي دروا نتاع القنوات التلفزيه الخاصه بالانديه كيما مانشستر يونايتد كيما بايرن ميونخ كيما تشيلسي كيما تشيلسي بايرن ميونخ مانشستر يونايتد وبرشلونه. وقتها كان بريفيو فما مباراه باش يعديوها اول ماتش اوزيبيو كاب نهار سيتي ان فوندردي وحنا نهار اربعه دونك فوندردي باش يعديو ماتش ميلان وبنفيكا. دونك اذا كنت قبلت نهارتها اول نهار خدمه باش يكون نهار الجمعه بعد بنهارين معناها. عملت التيست نهارتها والحمد لله معناها خطفت لي بالمره الاولى. نبيل شيخ وقت على التعليق اللي علقته هنا من وجهه نظره هو شافني تيليجينيك معناها نجم نكون مقدم ومذيع، وسالني وقتها اسكو قدمت قبل وقال لي هذاك اش حاجتي معناها حاجي بواحد بين ظفرين فيرج معناها مازال ما خدمش ما طلعش على الشاشه باش يكون ان برودوي بتاع نسمه معناها. وهذاك اللي صار من بعد تجربه بديت في 2009 وتواصلت حتى كشي للصيفه نتاع 2011 لحظه مغادرتي وقتها للقطر. وقت دخلت النسمه دخلت مباشره الى عالم يعني عالم التعليق. بصراحه معناتها التعليق كانت بصدفه، ما عندكش درايك، اول ظهور لي في مباشر في كومونتادور في ديريكت وكل شيء. كيفاش كان؟ لو كان نحكيو شويه على لا تراك موجود لتوا، اذا يتنحى تراك نبطلوها الخدمه، اذا ما عندكش تراك راك معناها فما حاجه ماهيش هي معناها. نهار تتنحى تراك كما قلت لك بالنسبه لي انا من وجهه نظري انا نبطل ما عادش نخدم. تراك موجود لليوم الغدوه اللي بعد غدوه، خاطر التراك مش خوف معناها من امكانياتك كده معناها، بقدر ما انه فما مسؤوليه كبيره وانت تحب تكون بيرفكشنست، تحب تكون في افضل اداء تقدمه على الشاشه. دونك الخوف نابع من هذا مش نابع من اشياء اخرى، من نقص او في التحضير او في الامكانيات. البدايه صعيبه، هي صعيبه. بون هوروزمون انا وقتها في التعليق ما كنتش وحدي، كان يعلق معايا سمير السليمي المحلل الفني، دونك دخلني هو وعاوني برشا معني، هو صديق عزيز معني لتوا معني من اقرب الاصدقاء لي انا معني، واشتغل معايا من بعدين زاد كيف في الجزيره الرياضيه وفي بين سبورتس كمحلل لك. اما في البدايات عاوني برشا خصوصا في التعليق معناها، في التعليق معناها كان يهز عليا وقت اللي يحسني
تعبت وقت اللي انا نتيح شويه في التيمبو يعاونني معناها. هاني قلت لك ما نكذبش عليك، وجو وقتها كان في قناه نسمه كان حلو برشا، معناها كان يعاون برشا لي جون اللي عندهم ان مينيموم دو تالون انهم يبرزوا. قدمت في النسبة عديد من برامج رياضية، ناس سبور، حتى سيدة أحمد الرياضي مع سيد أحمد المغير الله يرحمه، الله يرحمه، حتى سيدة الكوب تفريق كل شيء إلى خير، ناس كان الهوند بول كيف ناس كان بتاع الهوند بول 2010، برشا حدث رياضية غطيناهم، كاس إفريقيا للأندية في الأدوار التمهيدية، خدينا مباريات وقتها الإفريقي والنجم برشا فرق اخرى تونسيه، وكاس شمال افريقيا اللي وقتها ولا اسمها نسمه يوف نسمه كاب، معناها منو نسمه وقتها الراعي الرسمي، عملنا برشا حاجات واحداث رياضيه غطيناها. مالوريزمون وقت الفيسبوك وديجيتال بصفه عامه ماهوش ماخو زخم كيما توا، ولا راهو ربما توا عندنا اكثر ارشيف من الحقبه هذيك. بعد تسمه انتقلت الى الجزيره الرياضيه، هل كنت حلمك لاهتمامك لقناه الجزيره الرياضيه، وكيفاش جاك عرض دخولك للجزيره الرياضيه؟ طبعا حلم اكيد الجزيره الرياضيه، وسورتو وقتها نحكي وقتها في 2011 كانت في تنبكها بعد تغطيه مثاليه لكاس العالم 2010، وبعد استحواذها على شبكه الاي ار تي خاصه بقنواتها الرياضيه وكل الحقوق الموجوده في العالم صارت عند الجزيره الرياضيه. يكذب عليك يقول لك ماهوش حلم. وقتها مع هشام الخلسي كان مدير برامج، هو اللي التواصل كان معاه، هو كان سبب في استخدامي بطبيعة، تعرف علي عن طريق بعض الأصدقاء الأخرين اللي سبقوني، الغادي كما فتح المودي كما خالد حسني كما بلال العلويني وغيرهم اللي كانوا قالوا فيا برشا كلام حلو، اللي شجع وقت القناة باش ياخذوني. أما كيف زاد كي مشيت الجزيرة الرياضية ما دخلتش مباشرة، مشيت طلعت عملت تيست معناها، وهذا ماهوش عيب لأنه من حقهم هما، خاطر احنا في تونس مختارف كي نقدموا البرامج نقدموا باللغة باللهجه بلتو دارجه اللي فيها بعض المفردات الفرنسيه، والتقديم في التلفزيونات العربيه خاصه في الشرق الاوسط تعتمد اساسا على اللغه العربيه. ما يعرفكش انت اسكو تو ميتريز ولا متمكن من اللغه العربيه فعليا باش تقدم استوديوهات وبرامج اخباريه وحواريه باللغه العربيه ولا. كان في الاطار هذا تيست، مشيت طلعت اسبوع عملته، بعد اسبوع كلموني قالوا لي راك ابارتير من الشهر الجاي باش تكون معنا وباش تنطلق معنا في المغامره اللي انطلقت تقريبا. معناها مشيت شهر اوت عملت تنجم تقول الريهرسل هذا ولا التيست هذا، وبعد بشهر 8 سبتمبر اعتقد كانت اول مباراه ليا وقتها يذري، وكان دربي مغاربي بين شبيبه القبائل والمغرب الفاسي، لقيت روحي دون لو با خاطر انا جاي من قناه مغاربيه على باز، دونك لقيت روحي في جو نعرفه، كان سهل لي دخول برشا وقتها الجو الجزيره الرياضيه. سؤالي هو هل هو كان بعد بحكي على الجزيره الرياضيه وبين سبور، هل هو كان نفس الخط التحريري للقناه الجزيره الرياضيه وبين سبور ولا فما ولا؟ لا هو نفسه تقريبا، المسمى تغير، هو باش نوضحه تغير في 2014، وكان لاسباب تسويقيه بالاساس، خاطر وقتها الجزيره الرياضيه خذت حقوق دوليه في عده بلدان، في فرنسا، في اسبانيا، في شرق اسيا، في شمال امريكا يعني الولايات المتحده وكندا. كان باش يدخلوا باسم الجزيره الرياضيه صعيب حتى على المستوى التسويقي انك تدخل باسم عربي وتعرف انت هذا، دونك مشاو في خيار انه يولي الاسم فرانكوفوني او لاتيني معناها بالاساس، وتم الاختيار على بين سبورتس اللي بعدين ولات ماركه مسجله وصارت من بين افضل ثلاث نجم نقولوا شبكات رياضيه في العالم الى جانب اس بي ان وغيرها من الشبكات الكبرى وفوكس وغيرها من الشبكات الكبرى المعروفه. دونك التحول احنا ما حسيناش به، خاطر التحول بركة على مستوى الشكل والاسم، لكن على مستوى العمل والحقوق اللي كانت عندنا والتغطية كانت تقريبا بنفس الطريقة، لأنه نفس المجموعة جاتش مجموعة جديدة، نفس الإدارة، نفس ظروف العمل، كل شيء كان نفسه، فقط المسمى تغير لكن المحتوى ربما قل إنتاجيا، وهذا ربما يعيبوه بعض اللي تبعوا في شبكة بين سبورتس، لأنه الجزيرة الرياضية قبل كانت تعتمد أكثر على إنتاجات مصاحبة للحقوق اللي تبث على الشاشة، لكن تو بين سبورتس ولات أكثر تمشي لللايف، تمشي أكثر لبث المباريات أكثر منه إنها تنتج برامج حوارية ولا وثائقية مصاحبة. حقيقة معناها من المذيعين القلائل في الشبكة وقتها اللي كنت مقدم كل الاختصاصات، ما نقولش الوحيدة، قدمت كرة قدم، استوديوهات تحليلية، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة، ألعاب أولمبية، ألعاب عربية، كوس عالم، دوريات أوروبية، دوريات عربية، دوريات إفريقية، يعني
رياضات فردية، عملت استديوهات الكل وزدت عملت الأخبار. معناها هي لمحالة جت في متأخرة، جت في بداية من 2015-16 قعدت نخدم أخبار وبرامج يعني مراوحة بين هذا وذاك. أنا في اعتقادي زادتني برشا، يعني عمري ما خدمت أخبار، خاطر الخدمة أنك قد تكون مذيع أخبار يختلف كليا على أنك تكون مذيع برامج. يعني مذيع برامج عندك أكثر حرية في 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 الأخبار، لازم تكون منضبط أكثر وتلتزم أكثر بالنص وبالخبر، وهذا فيدني برشا ما نكذبش عليك. حتى في التجربة اللي توا نجم يعني نحكي عليها بعد 10 سنين تقريبا، بين 9-10 سنين مع بين الجزيرة والبين سبورتس، يعني أثراتها خليني معني كان أقول لك معني كان خرجت من غادي وأنا معامل كان برامج بركة، ممكن ما نكونش نفس الشخص اللي موجود توا قدامك اللي نجم يعمل برامج إخبارية وبرامج يعني منوعاتية في الإطار الرياضي. إيه بديع. وانت تلقى روحك في الكتابة، في الصحافة المكتوبة، في تقديم برامج رياضية، ولا في التعليق، ولا في نشرات الأخبار؟ نحن للكتابة، نحن للكتابة، ما لورزمو ما عادش نكتب برشا، خاطر تعرف الكتابة يلزمك مخ مرتاح نسبيا، ماهوش مجوج برشا، وانت تعرف الدومين تاع التلفزة وخاصة تحضير برنامج أسبوعي يخليك معناها مش مرتاح نفسانيا ولا ذهنيا باش تكتب بالطريقة اللي تريحك واللي تخليك معناها تخرج حاجة مزيانة. التعليق زاد نحن له برشا، عندي برشا ما علقتش، ماذا بي وممكن تجي فرص مستقبلا حتى في تونس باش نرجع نعلق على بعض الأحداث الرياضية اللي هي مستبعدة توا حاليا، لكن مستقبلا هذا ما ننفيش، نجم نرجع نعلق. روحي أكثر كمقدم برامج، ما نعرفش، نحس روحي مرتاح، معناها هذاك السوجي اللي متريزي أكثر، نحب لي زيشانج، نحب نناقش، نحب نجادل، فهمت؟ نعرفش هكا سي بيتر، زاد ربي عطاني حاجه اللي تخليني نجم نكومينيكي بطريقه اسهل يعني لفظيا ولغويا اكثر منه معناها بطريقه اخرى. نسمع نشوفوا بديع بن جبعة يعود الى الصحافه المكتوبه ان شاء الله، علاش لا؟ ولو انه تو للاسف في الصحافه المكتوبه سورتو مع الكونجكتور اكتويل والظروف الاقتصاديه صعيبه وبرشا جرايد قاعده تلقى في 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 مشاكل، ولو انه تو فما المواقع الالكترونيه، اي علاش لا؟ اذا تجي الفرصه وتسنح ونلقى مكان وفضاء حر نجم نعبر فيه، هذا زاد باش تكتب، اذا تكتب بحريه معني وتكتب على مواضيع حارقه، يبقى هذا مفتوح بالطبيعه. ما عمري ما نقول لك تلقى روحك بالنسبه اللي كنتي الصحافه المكتوبه ورقيه ولا توا العصر الجديد هو الالكترونيه؟ الورقيه وحدها محلاها، كي تمشي الصباح تعمل قهوه وتبدا جريده وريحه ريحه الورق بتاع الجريده هذاك زاد توحشوه، مي مالوريزمون تو في عصر السرعه والخبر اللي ما يستناش 24 ساعه، خاطر مشكله الصحافه المكتوبه انه خبر نجم يصير اليوم ساعتين ما تنجم تقراه كان غدوه الصباح في جريده، اوركو في البريس الالكترونيك معناها الخبر حين يصدر في وقته، معناها كمال قابل بديع الساعه بس ساعتين، ما ساعتين ودقيقه عندك الاخبار موجود على المواقع الالكترونيه ويوصل للناس الكل. دونك مالوريزمون لا غالب معناها بون لا غالب، هذيك هي تطورت الدنيا وتعدينا للجو الرقمي اللي خلى يفرض علينا وانه الصحافه الورقيه تصبح اكثر صحافه الكترونيه ومصاحبه بصور وفيديوهات، خاطر توا زاد العين ولات تحب تشوف برشا حاجات مزيانين، ما عادش تقرا بركة كتيبه، التصويره ساعات والفيديو يغلب على الكتيبه، لانه ساعات التصويره والفيديو يعبروا وحدهم على معناها تنجم باراجراف تختزلها في صوره. بعدك دخلت الى قناه كرتاج بلوس وتو حاليا تقدم في برنامج سي اس 4 بلوس. قبل ما نحكيو على برنامج سي اس 4 بلوس ومحتوى البرنامج الى غير ذلك، كيفاش جاك عرض كرتاج بلوس للاهتمام والقناه؟ والله أول كونتاكت صار عن طريق صديقة مشتركة بيني وبين معز بن غربية، عندها مدة هي بلي أنا في قطر، كان يخمم وقتها أنه هو مش يرجع للسبور، ما يحب بأنه هو موجود عضو في الأسرة متاع كرتاج بلوس، اقترح على مدير القناة وقتها أنه يعملوا برنامج رياضي، قال له راهو عندي أو فلان موجود ينجم يكون من الناس اللي يلتحقوا بالقناة، وقتها ما كتبش المكتوب، قعدت الفكرة في مخي، قلت لي علاش ليا كرتاج بلوس، وزيد أنا حبيت نمشي للبلاصة مازال ما خدموش فيها سبور، نحب تكون معناها بلاصة ما فيهاش خلفيات سابقة، ما فيهاش ناس معناها ديجا انستالي وكل، خاطر ديما كي تدخل على ناس انستالي ما تنجمش تحط الأفكار نتاعك وتبني الفكر اللي أنت تحب تنطلق فيه في التجربة الإعلامية.
اسهل انك تعمل هذا وتنستوريه في في مكان يكون فيرج. استعملتها اكثر من مره الكلمه هذه. دونك وقتها خديت الانيشيتيف انا، اتصلت بلاسعد خضر قلت له راهو كان فما كونتاكت مع معز ورحب بالفكره، تقابلنا عرضت له المشروع في مرحله اولى كان هذا في شهر جانفي. لقينا صعوبات وقتها باش نعملوا البرنامج لانه ما تعرف لازم تلقى له تمويل، والتلفزه وكما التلفزات التونسيه الاخرى الكل تعاني في ظل الجائحه هذه وفي ظل التدهور الاقتصادي اللي تعيشه تونس منذ الثوره وحتى التو معناها في العشر سنين الاخرانيين، من صعوبات كبيره معناها ماديه. تاجل في اكثر من مناسبه لاسباب ماديه مش لاسباب معناها انه احنا مش حاضرين ولا غيره، كنا حاضرين باش نخدموا في اي ظروف كانت، معناها كنا نجموا حتى في استوديو كما هذا اليوم مفتوح نجموا نعملوا برنامج ما عندناش مشكل. بعد عملت تجربه على ديجيتال حبيت نجس بها نشوف بها جو، خاطر عارف لي انا بعد اربع خمس سنين التلفزه هذه باش تولي ديمودي، معناها الاعلام الكلاسيكي اللي نشوفه كما نحكيو على الصحافه المكتوبه وكنا نحكيو على الصحافه الالكترونيه، التلفزه كيف كيف باش نمشيو من التلفزيون الكلاسيكي الى التلفزيون الرقمي اساسا على الديجيتال. معناها عملت تجربه هذيك وقتها عودنا نيغوسينا مع المسؤول على كارتاج بلوس اللي هو سي لسعد خضر واللي رحب بالفكره وفتح ابواب قناه كارتاج بلوس لانتاج برنامج رياضي بالشراكه معه، واللي هو يعني يتحمل فيه حيز كبير من انتاج، واللي انا نشكره لانه امن اولا بالمشروع وثانيا لانه ما قلقناش بالكل، بالعكس معناها موجود داعم لينا احنا وما عطاناش حتى تعليمات لا باش نعملوا هكا لا باش نجيبوا فلان لا باش نحكيوا على فلتان، البته بالعكس حريه مطلقه في الانتاج. والحقيقه التجربه معناها بعد ما عملنا ليفينمون معناها ذا لاست جيم اللي هي كانت حصه خاصه بنهايه الدوري التونسي ورابطه المحترفه الاولى والحلقه الاولى من سي سبورت بلوس، فرحانين نسبيا مانيش فرحانين برشا، فرحانين نسبيا لانه تعرف البدايه ديما صعيبه، لكن ناكد لك ان شاء الله المشروع باش يبدا يتبلور اكثر في قادم الحلقات وان شاء الله يوصل شكله النهائي مع بدايه الشبكه البرامجيه الشتويه المقبله. حد ما نجم يقول لك شكون اقترح الاسم لانه كان عملنا احنا برين ستورمينغ بيني وبين شياب الرويسي وبعض الاصدقاء الاخرين اللي ماهوش موجودين معنا في المشروع لكن هما من خارج المشروع ومؤمنين بالمشروع. كل واحد يقول كلمه، بدينا بسبور بلوس، قلنا سبور بلوس موجود هذا في الراديو. دونك مشينا حبينا ندخلوا كارتاج، كارتاج فيها السي، السي موجود في كلوب ايضا اللي هو نادي اللي يرمز زاد للرياضه، وسي فما سي او اس تي، سي سبور، سي سبور. لو بلوس هذيك في اعتقادنا ونزعموا انه البلوس اللي احنا باش نقدموه كفريق عمل، عندنا اضافه، عندنا رؤيه، نتصوروا انها باش تمثل البلوس للمشهد الاعلامي الرياضي كما قلت لكم بكري. دونك الاسم ماهوش ما جاش هكاكا معناها من فراغ، اسم مدروس، سبور لانه باش نحكيو على كل الرياضات مش كرة قدم بركة كما معظم مش كل كما معظم برامج الرياضية اللي تقريبا 90% من وقتها تخصوا فقط كرة القدم. احنا ديجا كنشوف في الحلقتين اللي خدمناهم لحد الان فما خاصة الباسكت بول والحدث الاتحاد المنسيري اللي شارك في بطولة افريقيا اللي تشرف عليها الان بي للمرة الأولى، وان شاء الله في الحلقات القادمه فما رياضات فرديه باش نرجعوا للجودو لللوت لرفع الاثقال وغيرها من الرياضات اللي باش تكون مثلتنا في الالعاب الاولمبيه واللي باش نخصصوا لها زاده تغطيه خاصه ان شاء الله من خلال برنامج سي سبورت بلس. طيب الجامعة احمد هو بغيبي وكي تحكي لنا عن اهم الذكريات. سيد احمد انا في كلمه باش نقول عليه من ارجل معرفته، معناها من ارجل معناها مش نسبه للذكوره نسبه للرجوله في مواقفه في كلمته اللي ديما حاضره واللي ما يخافش باش يقول رايه حتى ولو كان ما يعجبش الطرف اللي قدامه. سيد احمد كان طيب برشا، كان يعاون برشا عباد معناها اللي تستحق الاعانه بالحق. وسيد احمد كان ضامر معناها تقعد بحذاه مستحيل ما تضحكش سيد احمد، معناها النكته ديما موجوده، النكته ديما حاضره، وانسان يفهم في الكوره بالكدا، معناها نتفرج معاه برشا مباريات حتى في الملعب لانه صادف وعملنا بعض التغطيات في 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 ملاعب سواء كان في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب خاصة. كي تتفرج معاه تشوف المباراة من زاوية رؤية أخرى. جينيرالمون كي تبدا تتفرج في الكورة تبدا تتبع في الكورة وين الكورة. بركو سيد أحمد يحكي لك ساعات على ملاعب بعيد على الكورة، يحكي لك على البوزيسيونمون تاع الجارديان وقت اللي إيكيبتو تاتاكي، ونجم يقيم لك حارس وأداء حارس على نقطة كيما هذيلي فيها يختلف على كثير من المحللين الآخرين. ومرة أخرى مناسبة باش نترحموا عليه سيد احمد ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله مثواه الجنة. الله يرحمه ويرحمه. السوشيال ميديا
والله كنت قبل برشا السوشيال ميديا، نقصت في فترة وغبت، وتو حتى كي رجعت بلوز او موا مانيش برشا ما نكذبش عليك، ساعات نقعد نهار كامل ما نحلش لا فيسبوك لا انستغرام. ما قبل ايه كان هكا نشوف وتنسنس كيما الناس الكل وشكون كتب وهذا شو كتب وشنو الاخبار. وليت في السوشيال ميديا نستعمل اكثر تويتر، تويتر عليه خاطر نحسه كموقع تواصل جدي اكثر، فيه اقل تفاهات بين ظفرين، تلقى فيه الاخبار صحيحه، وكالات الانباء الكل عندها مواقع رسميه موثقه تنجم تستقي منها الاخبار الصحيحه، معناها المشاهير الكل تقريبا عندهم حسابات موثقه كيف كيف اللي تنجم تلقى اخبارهم. نحكي على مشاهير الرياضه بطبيعه الحال يهموني انا في مجال عملي. تبقى مانيش برشا ما نكذبش عليك، وليت ما عادش برشا قليل، نقتصر نهبط ساعات تصويره كيما اليوم هبط تصويره، ساعات نجم نهبط ستوري، ساعات نجم نقعد جمعه من جوست ندخل نشوف كان فما انفورماسيون فماشي حاجه ممكن الايامات اللي فات شفت فماشي ردود فعل بعض خاصه الامور السلبيه، نحب نعرف شنو العباد الحاجات اللي ما عجبتهمش في البرنامج، خاطر ربما الايجابي نجم نحس به ونعرف اللي فما حاجات ايجابيه، لكن مش هذا الهدف تاعنا، الهدف تاعنا نحبوا نصلحوا، نحبوا نوصلوا معناه ونقتربوا من انه يكون عمل مثالي معناه في جانبنا. بيتيا ليش نشوف ونسمع بيتيا في الجامعة في الراديو في قطع برنامج؟ ايه علاش يستهويني راديو ما كذبش عليك، راه انا ما عملتش تجربة بخلاف اني مشيت ضيوف، مشيت كضيف سامحني برشا مرات، يستهويني يستهويني برشا، وممكن حتى في تجربة مش رياضية نجم يكون في برنامج منوع معناها ما فيش كان رياضة بركة، نجم نتناقش حتى في مواضيع اخرين معناها تم كما قلت لك الثقافة، ماني مطلع نسبيا ندعي واني مطلع على ما يجري من احداث سواء كان تاريخيه ولا داكتواليتي تو موجوده. اي علاش لا، اذا نلقى عرض يتناسب مع طموحاتي ويتماشى مع فكري، وخاصه فيه نسبه من الحريه اللي تنجم تعبر فيها على رايك واللي تنجم معناها توصل فيه للمستمعين، اي علاش لا ياسر. ايه بدي تشجع شكون فريق في تونس؟ خليني ما نقولش ولو انه العباد تعرف شكون نشجع، قلت لك اي واحد عنده 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 انتماء معناها، ولكن أكد لك انتمائي ما يأثرش على المهنية متاعي، والدليل كان ترجع توا من نسمة لتو خرج لي مرة مثلا ظهر انتمائي على الهواء معناها في التلفزيون، هذا نأكده لك اللي ما فماش من غير ما تلوج معناها مش بضيعش وقتك، لكن البرا نحب تلين برشا، نحب معناها منتخب ايطالي ونحب نوتامو يوفي معناها، خاطر في الصغر بتاعي خلطت شويه على روبرتو باجو يلعب غادي، وخلطت على الديبيو نتاع اليساندرو دي بيرو اللي خلاوني نحب برشا الجمعيه هذه. والله مهنيا نتمنى انه ما نخيبش الظن اللي عطاو الثقه فيا انا ساعه هذه دو ان، معناها كسوا العباد القراب لي برشا معناها من عائلتي ولا من صحابي ولا من زملائي، وزاد من المشاهدين، لانه في الاخر رضاهم مهم، خاطر احنا شكون نخدموا معناها الماده الرياضيه والماده الاعلاميه نقدموا فيها المشاهد، اللي نتمناو انه يفهم اللي نحكي على روحي تو شخصيا وعلى الفريق اللي باش يكون معايا، رانا احنا مش نقول محايدين خاطر الحياد ديما يقعد نسبي، لكن تاكدوا اللي احنا موضوعيين معناها ما عندناش عندنا انتماءات، وحد ما عنده معناها يكذب يقول ما عنديش انتماءات، لكن اللي مؤكد انه الانتماءات هذه ما تاثرش على المهنيه نتاعنا، باش نحاولوا نخدموا ونقدموا منتوج محترم يحترم عقول المشاهد، يعطيه لو بلوس اللي حكينا عليه موجود في العنوان وموجود في القناه اللي ننتمي لها توا. وعلى المجال الشخصي بيان سور نتمنى اولادي يكونوا متفوقين في قرايتهم، نتمنى مرتي تكون مرتاحه، بابا وامي في صحه وخير كما نتمنى الصحه الناس الكل، خاصه في الظروف الصحيه صعيبه اللي نمروا بها توا خاصه في بلادنا، ونتمنى تونس ان شاء الله كما احنا قاعدين نسعاو في جانب ضيق في برنامج نحاولوا ننشحوه ونحاولوا نقدموا به ماده محترمه حتى فيزافي للخارج، لانه احنا تو كما قلت لك في عالم مفتوح، العباد الكل تطلع على برامج بعض، يعني المصري يشوف في برامج تونس وتونسي يشوف في برامج مصر والجزائر والمغرب، انه نقدموا صوره مزيانه ان شاء الله، كل في مجاله يحاول يحط معناها انه تونس تستحق ما خير من ولادها، ان شاء الله هذا باش نحاولوا نعملوا عليها احنا كفريق عمل في البرنامج الرياضي نتاعنا. بدي كلمه ختام شو تحب تقول؟ والله نشكرك برشا الساعه اللي جبتنا في بلاصه مزيانه كيما هذيا، شمينا شويه هواء، ونقول لك يعطيك الصحه كمل هكا، نعرفك مغروم عندك سنوات، معناها من الناس اللي عندهم عزيمه واصرار مواصل بثبات في مشروعه، معناها تو ان اكزامبل حتى لي انا، بالنسبه لي انا باش تثبت على مشروع وما تقفش ومهما كانت الظروف معناها سواء كان امكانيه
المادية معناها موجودة ولا مش موجودة، انك تكمل في حلمتك للاخر، ما تتحققش اليوم ممكن تتحقق غدوة، ما تتحققش غدوة ممكن تتحقق بعد سنين، لكن سواسور اللي في الاخر مش تحقق وتوصل اللي تحب عليه.